سيدنا محمد لما ليست طلعت مرج رأى الله بالعين؟ لا، سألته عائشة، والحديث رواه البخاري ومسلم: رأيت ربك؟ فقال: أن أراه نور. الصحيح أنه لم يره، ففي الدنيا لا يرى الله عز وجل، لأن الإنسان ليس عنده القدرة والأدوات التي يرى الله عز وجل بها. ولكن في الجنة فإن الله عز وجل يركب فينا من الصفات ما نستطيع أن ننظر إليه، لأن الله عز وجل سيبدل كل شيء. محمد لم يره رؤية العين. نعم، في السماء السبعة، وكان قريب من العرش والكلام ده، لكن لم يره رؤية العين. نعم، لا، هو نعم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، ووصل إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، ولكنه لم ير الله عز وجل. قال: أن أراه نور، فدل ذلك على أنه لم يره، فإن الله عز وجل لم يره في الدنيا، ولكن في الجنة يرى إن شاء الله. قدرتنا ربي عز وجل هيغير ويبدل القدرات إلى قدرات لا نعرفها، قدرات لا نعرفها، فيبدل البصر بصرا، والسمع سمعا، والقوة قوة، فالإنسان يتبدل بالكامل. حتى نبينا موسى قال: إني أرني أنظر إليك، الله قال: لن تراني، لكن نعم، انظر للجبل، فاستقر مكانه. حتى موسى، وكمان لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرج موسى. بني اسرائيل هم كمان لما، لا، بس هذه الآية ليست معناها أن الله عز وجل لا يرى. أيوة، ولكن معناها أن الله، لأن الله عز وجل علق الرؤية على شيء ممكن. صح، فرؤية الله عز وجل ممكنة، ولكنها ليست في الدنيا، إنما في الآخرة. يعني حتى في الجنة، بعد ما العالم تكون صحيح الجنة، وبعد فترة صحيح آخر شيء النظر إلى وجهه. نعم، صحيح، النظر إلى وجه الله هو ثابت، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم في الجنة. طب كيف ينظرون إلى ربهم؟ لا ندري، إحنا ما دخلنا الجنة حتى نعرف هذا الجواب، لكن إن شاء الله إن كنا من أهل الجنة، ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم.